تربية الأبناء. والله تربية الأبناء طول عمرك أول ما تلجأ إليه الدعاء لهم بالصلاح. يا سلام. هذا أول شيء تجي وعدم الدعاء عليهم. أنا أذكر واحد من زملائي زمان شديد مع عياله وفعلا القصة هذه أنا أعرفها زين، وحكى لي وجيته نفسيته تعبانة، أحذفه بالمفتاح، حذفه بمجموعة المفاتيح، قال الله إنه يقطش، ودخل المفتاح في عينه وفقعها. شوف الندم كيف الآن. والله نفسيته تعبانة مرة، كان يتكلمنا عن نفسيته تعبانة نهائيا مع المغرب حاذفه. بسم الله الرحمن الرحيم. أقول لك الكلام هذا أذكر أنك في الحرس الوطني أول كان هو زميل لنا من خيرة الرجال، بعده تربى تربية ما عاد لا يدعي عليهم ولا عاد يستعمل اسلوب الاب الان. ايوه إيه. اعتدل بس بعد ايش؟ بعد ما فقع عين ولده. ما تروح من الخاطر، ما تروح. نقول هذا قضاء وقدر، هذا شيء قضاء وقدر، ولكن شوف كيف، شوف كيف الندم. الندم جاء في ساعة متأخرة. الحمد لله قضاء عن قضاء، ساعة متأخرة جدا جدا. كتب له كذا، هو رجل حبيب والله، اسال الله العظيم رب عرشه الكريم ان يصلح له ونعوضه في هذا فقد. آمين. ما بصير.